الزبادي. الزبادي بصوا الزبادي بقى، هاخد كده مثلا كيلو قطع، عندي كيلو قطع هاخده في الخلاط. كيلو نص كيلو ايه بس، يعني الكيلو بياخد علبة زبادي اهو. قولي مثلا دول قطعه عندي، الكيلو بياخد ايه؟ علبة زبادي. وبحط عليه كمان ادعمه بلبن بودرة، ادعمه بلبن بودرة يديني حاجة حلوة قوي. فهحط عليه مثلا الكيلو، حط عليه قولي معلقتين لتلاتة او الكيس الصغنن ده، وهحط عليه علبة الزبادي على الكيلو او نص العلبة على الايه، على النص كيلو اللي عندك قطع. فممكن ايه، انا اعمل علبة زي كده زبادي تنفع بقى اعمل بيها حاجة حلوة، تنفعني للاولاد اعمل بيها بسبوسة تتاكل كده. بس اهم حاجة ان انا هسيبها بالشكل ده تقعد يوم او اتنين في اليوم او اتنين، لا يعني في الحر ده في الشتاء ممكن تقعد يومين.